متابعينا الكرام، عدنا مجددا مع آخر جلساتنا لهذا اليوم وآخر جلسات فعالية ملتقى أطباء بلا حدود، وهي تدريب عملي على أهم مهارات الإسعافات الأولية تقدمه لنا أستاذة أماني البحيصي. أستاذة أماني هي عاملة متمرسة في المجال الإنساني والعمل في إدارة المنظمات غير الربحية، لديها خبرة في تطوير برامج المنظمات غير الربحية وبناء فرق العمل وإدارتها. أستاذة أماني أيضا هي محترفة في خدمات الرعاية الصحية وحاصلة على الماجستير في تطبيقات التنمية والطوارئ وماجستير العلوم في الصحة العامة مع التركيز على تجربة المريض. الميكروفون مع حضرتك أستاذة أماني، وإن شاء الله نستمتع بالتدريب. تفضلي. شكرا جزيلا استاذه العزيزه على المقدمه، وبحب اشكر اطباء بلا حدود على اتاحه هذه الفرصه الجميله لي لان اكون معكم. طبعا كانت السيشن الماضيه جميله، بتحكي عن موضوع اللي هي البرامج، ولساتنا نحن في جو التعليم مع اطباء بلا حدود، فخلينا ننتقل شويه نحكي عن هسه بعض الأساسيات اللي بتهمنا في حياتنا اليومية، وهي كيف نتعامل مع اللي هي الإصابات المفاجئة واللي هي بتتطلب منا وجود مهارات معينة تندرج تحت مسمى الإسعافات الأولية. طيب خلينا نبلش بمفهوم الإسعافات الأولية. تمام. أوكي. بالنسبة للمواضيع اللي راح نتناولها اليوم، راح نحكي عن موضوع الاختناق والتسمم الغذائي والكيميائي، الكسور والنزيف وأيضا الحروق. طبعا على بداية عشان نعرف إنه شو كيف لازم نتصرف، لازم نفهم شو موضوع الإسعاف بالدرجة الأولى. الإسعاف هو مساعدة مقدمة لأي شخص يعاني من إصابة مفاجئة بعناية تهدف للحفاظ على الحياة ومنع تدهور الحالة وايضا منع حصول اصابات اخرى. طبعا من تعريف هذا من هذا التعريف نستنتج انه في عندنا اصابه، يجب ان تكون هذه الاصابه مفاجئه، ويجب ان الخطوات التي يتم تقديمها من قبل الشخص المسعف تكون هي مقدمه بعنايه بحيث لا تسبب اي ضرر للشخص المصاب. نهدف من الاسعاف الحفاظ اما على الحياه او منع تدهور هذه الحاله ومنع حصول اصابات اخرى. بهمنا كمان نعرف لما ينطرح مفهوم المنقذ والمسعف. أحيانا بصير لغط، وممكن الناس تحكي إنه المسعف هو نفسه المنقذ، ولكن في حقيقة الأمر هم يعني ليسوا نفس الشيء، وبينهم اختلاف بسيط الآتي: أن الشخص الذي يقوم بإجراء الإسعافات الأولية مكان وقوع الحادث هو المسعف. إذن هو الشخص الذي يمتلك المهارات اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي، بينما المنقذ هو الشخص الذي يقوم بنقل المصاب من مكان الحادث إلى مكان آمن، وليس بالضرورة أنه هو هذا الشخص يمتلك مهارات الإسعافات الأولية. إذن أتمنى أنه أصبح الآن الفرق واضح لكم الآن بين المسعف والمنقذ. لنأتي على ما هي أهداف الإسعاف، وطبعاً ممكن نرجع للتعريف اللي ذكرناه قبل شوية. إذا أهداف الإسعاف هي إنقاذ الحياة أو منع تدهور حالة المصاب زي ما حكينا، أو المساعدة على الشفاء، أو تخفيف الصدمة النفسية زي ما بنعرف لما يتعرض الإنسان لأي حادث، هذا الشيء يؤدي إلى إنه يصير عنده نوع من الخوف والقلق والذعر والخوف الأساسي من فقدان الحياة. فواجبنا كمسعفين ومنقذين إنه نعرف نتعامل كيف نخفف عبء هذا الحادث أو الصدمة النفسية على المصاب. وآخر شيء، إبعاد المصاب عن الخطر، وهذا بالدرجة الأولى واجبنا الأساسي في قبل تقديم الرعاية الصحية أو مبدأ الإسعافات الأولية. تمام. في حد ممكن يشاركني بيحكي لي إنه هل عمره تعرض لموقف حس فيه إنه لازم يقدم إسعافات أولية؟ إذا حدا بحب يشاركنا على الشات. نشوف تقليد. تمام. ممكن أسأل كم واحد بيعرف إسعافات أولية؟
يقدم إسعافات أولية وحاسس إن عنده ثقة إنه يقدمها. عندنا 19 فقط رماز الخاطر اللي بتعرف تقدم الإسعافات الأولية، ماذا عن البقية؟ تمام أمير، إذا جميل جدا إنه في عندنا ناس تمتلك مهارات الإسعافات الأولية. تمام خطوات التصرف الصحيح في الإسعافات الأولية. طبعا الشيء اللي عند الإنسان دائما لما يشوف في خطر محدق حواليه أو إنه في حدا مصاب بحاجة مساعدة، من منطلق إنساني بيركض هذا الشخص لمكان حدوث الحادث ليقدم المساعدة للشخص المصاب، ولكن في أحيانا بعض الأمور ممكن هذا الشخص يهملها أو يعني تروح منه، وبالتالي يعني في خطوات لازم إنه ندرج فيها قبل الشروع بمساعدة شخص مصاب، وهي كالآتي: زي ما احنا شايفين في عندنا مبدأ أساسي وهو الحماية، وبعد ذلك نتطرق لموضوع الفحص، وبعدها بالإبلاغ، وبعد ذلك يأتي تطبيق الإسعافات الأولية الملائمة ووضع الشخص المصاب على وضعية الانتظار ومراقبة المصاب وإنه الاطمئنان على حالته. إذا زي ما شفنا الخطوة الأساسية الأولى هي مبدأ الحماية، ونقصد هنا بالحماية حماية أول شيء بالدرجة الأولى حماية الشخص أو المسعف أو الذي سوف يقدم الإسعافات الأولية بالدرجة الأولى، ثم حماية الشخص المصاب، وأيضا حماية المتجمهرين، لأنه أحيانا يعني قد تحدث حوادث ونجد هنالك يعني ناس يحيطون بها مكان الحادث. فإذا واجبي أنا كمسعف أأمن حماية الدرجة الأولى وحماية الشخص المصاب بالدرجة الثانية وحماية المتجمهرين، والتأكد أيضا من سلامة المكان. نعم، بعد ذلك يأتي الفحص أحيانا، فبعد التأكد من الحماية يأتي دور هنا المسعف للذهاب للمصاب والتأكد بأنه هل يوجد عنده إصابة، وإذا كان فاقد للوعي أم إنه مثلا خلينا نحكي واحد نايم تحت شجرة، فإنه مش بالضرورة إنه يكون هذا الشخص مثلا مصاب. مهمتنا هون نتأكد من إنه هذا الشخص أول شيء مصاب عنده هذه الإصابة بعد تأمين الحماية. حسب اللي خطورة الإصابة نقوم بالإبلاغ، وطبعا الإبلاغ اللي هي الدفاع المدني أو حسب نظام الطوارئ المتبع في الدول المختلفة. بعد ذلك نقوم بتطبيق الإسعافات الأولية التي سنتطرق لها في خلال العرض التقديمي تبعنا. إذا أول موضوع رح نتناوله هو موضوع الاختناق أو suffocation باللغة الإنجليزية. بدنا نعرفه، بدنا نعرف شو أنواعه، شو أسبابه، وأيضا علاجه. بالنسبة لتعريف الاختناق، هو عدم قدرة الشخص على التنفس بشكل طبيعي مما يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين في الجسم، طبعا ناتجة عن إنه مجرى التنفس العلق في أي شيء أدى إلى تغير أو تأثر قدرة الشخص على التنفس بشكل طبيعي. وبالتالي إنه أسبابه زي ما حكينا جسم غريب أو حريق مواد جذبية. نعم أستاذ أماني، أسفة على مقاطعتك، في شات غريب ظاهر تحت الشاشة، فأستاذ حضرتك لو تقفلي الشير سكرين وتفتحيه تاني، علشان في شات من اللابتوب بتاع حضرتك تحت، فممكن تقفلي الشير سكرين. تمام هسه تمام. لا هو ظهر تاني يعني. حضرتك اعملي شير سكرين مره ثانيه. هلا ارجع. تمام حضرتك ممكن تعملي شير سكرين تاني ونجرب بقى. قلت هيك ما بعرف، راحت الكتابة. ظاهرة عندك؟ معلش كنسل.
ممكن زي ما كان مكتوب في الشات انها ترجمة فورية. ممكن في يمكن في سنسر عم بقرأ الشيء اللي انا بحكيه. I think افتح الميكروفون. طيب انا رايي حل ان حضرتك تعملي ستوب شير سكرين وبعدين تعملي تاني شير سكرين، بس تختاري بس البرزنتيشن، تكسكلودي الفول سكرين، تختاري بس البرزنتيشن. تمام، لان انا اوريدي عملت شير بس للبرزنتيشن. خليني اجرب مره ثانيه، اعمل ستوب بعدين اعمل ريشير. اوكي تمام. اوكي مش عارفه اذا هسه لسه بيطلع الكلام. غالبا هو غالبا حاجة بت 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 يعني بتترجم كلام حضرتك لكلام مكتوب، بس بشكل زي ترجمة مش مفهومة يعني. طب حضرتك اتكلمي كده تاني. تمام، أنا هيني بتكلم. هو بيعمل ترجمة، هو غالبا في سوفت وير حضرتك مشغلاه بيعمل ترجمه للكلام اللي بتقوليه بالانجليزي سبتايتلز تحت البرزنتيشن، أوكي، بس مش عارفة شو نعمل. وهو كمان بيترجم ترجمه مش اكيوريت خالص. ف طيب ما بعرف، ممكن نكمل البرزنتيشن لأن خلاص احنا بس ممكن ننبه في الشات يعني، هنحاول ننبه الناس انه ده كلام يعني مش مباشر، مش ترجمة حقيقية للي حضرتك بتقوليه. اتفضلي حضرتك كملي، أسفة على مقاطعتك. لا ما في مشكلة، أنا بعتذر بس مش لأنه مش مبين يمكن عندي إشي. تمام، نرجع لموضوع أسباب الاختناق. إذا حكينا هي عبارة عن جسم غريب أو حريق مواد كيميائية بينتج عنها استنشاق الغازات السامة اللي بتكون بالحريق أو المواد الكيميائية، وأيضا بالمرتفعات لأن نسبة الأكسجين زي ما بنعرف كل ما ارتفعنا بتقل، فبالتالي ممكن هذا يؤدي إلى الاختناق. أنواع الاختناق في عندنا نوعين، منهم اللي هو الاختناق الجزئي ومن اللي هو الانسداد الكامل أو الاختناق الكلي، لكل نوع طريقة مختلفة نتعامل فيها مع الشخص. وبالنسبة للانسداد الجزئي، إذا علاماته بيكون الشخص عبارة عن مثلا خلينا نحكي كان بياكل علقت لقمة طعام في الحلق عنده، إذا ببلش يسعل، ببلش يحمر وجهه، ولكن لساتني قادر انا كمسعف اني انا اسمعه بيحكي لي انه انا كثير متضايق وحاسس حالي بدي انخنق، وكون بيكون الصوت مرفوع لانه بسبب الضغط على الاحبال الصوتيه. اذا هون بشكل اساسي بعرف انه هو عنده انسداد جزئي. والغلط اللي بيصير معنا دائما انه الشخص بيجي على طول بيجي بضرب على ظهر المريض من ورا بحيث انه بفكر انه هذا الاشي ممكن يريحه، وبالتالي طبعا هاي الممارسة بتكون غلط. ليش؟ لأنه ممكن هاي الجسم العالق في الحلق نتيجة الضرب على الظهر المجرى التنفس ينزل أكثر، وبالتالي ينخلق الشخص ويدخل في مرحلة الانسداد الكلي. فبهذه الحالة لما يكون عندي انسداد جزئي ما ينصح به إنه أنا أحث هذا الشخص اللي عنده الانسداد طالما أنا قادر أسمع صوته لساته بيحكي معي إني أظني أشجعه إنه يكح بحيث إنه يقدر يطلع الجسم العالق في الحلق تبعه، وما أحاول ما أتدخل بس أراقبه. بلا اللي هو الإسعاف الاختناق الجزئي زي ما حكينا، ده المصاب يتابع السعال، وإذا أصبح الانسداد كلي نقوم بإسعاف اللي هو الانسداد التام. بالنسبة للانسداد التام، إذا هذاك حكينا علاماته انه هو بيسعل بصير وجهه احمر لانه هو بده اكسجين. الانسداد التام بكون كامل مجرى التنفس مغلق لهذا الجسم الغريب، وبيحاول المصاب انه انا بدي احكي معاه ولكن هو بكون مش قادر يحكي لانه خلاص هذا انسداد كامل لمجرى التنفس، بصير لونه ازرق لانه ما في اكسجين عم بيوصل، وكمان ممكن اذا طلع بكون طلع صوت حاد غير مفهوم. وهنا طبعا بدنا ننوه على نقطة كثير مهمة، نحاول دائما نعلم
للي حوالينا بالمجتمع، انه الشخص طبعا هذا الشخص في حال صار عنده انسداد تام مش قادر يحكي، في عندنا شغله بسموها اليونيفرسال ساين او العلامه الدوليه او العالميه المتعارف عليها، بحيث انه هذا الشخص لو كان في اي مكان في على الكره الارضيه الشخص اللي امامه بيعرف انه هو عنده انسداد كلي، نسميها اليونيفرسال ساين اوف تشوكينج، وهي تقوم بهذا الشكل، بهذا الشكل نطلب منه يعمل هيك بهذا الشكل، وهو اوريدي يعني لا شعوريا راح يعمل هذا الشخص هذا الحركه بحيث انه هو مش قادر يتنفس. فهون الشخص اللي امامه بيعرف انه هو عنده انسداد، انسداد اللي هو كله. طبعا اسعافه نقوم بتطبيق مناوره هايملك، وهي بتكون هي عباره عن اجراء ضغطات على الصدر مباشره مع ملاحظه اي وجود جسم عانق داخل الفم. بدي احاول افرجيكم فيديو. Abdominal thrusts. Squeeze it out. To give the abdominal thrust, stand behind them. Put your arms around them and link your hands between their tummy button and the bottom of their chest. Clench your lower hand in a fist, grasp your fist with your other hand and pull sharply inwards and upwards. Repeat up to 5 times. Check their mouth. If they're still choking, call 999 or 112. إذا زي ما شفنا كيف الطبقات اللي هي مناورة هايملك أو بسموها بالإنجليزي هايملك مانوفر، وبالتالي إحنا هون الهدف فيها إنه إحنا نضغط على رأس المعدة بشكل داخلي وإلى الأعلى. ممكن نعيد الفيديو مرة ثانية. Put your arms around them and link your hands between their tummy button and the bottom of their chest. Clench your lower hand in a fist, grasp your fist with your other hand and pull sharply inwards and upwards. Repeat up to 5 times. Bring them. Put your arms around them and link your hands between their tummy button and the bottom of their chest. Clench your lower hand in a fist, grasp your fist with your other hand, and pull sharply inwards and upwards. Repeat up to 5 times. أنا بعتذر مش عارف شو المشكلة. يعني مشغل الفيديو. Check their mouth. If they're still choking, call 999. هذا منطبق اللي هي مناورة هايملك اللي هي بيكون فيها هذا الشكل، بنعمل فيست بهذا الشكل وبنضغط فيها على رأس المعدة، بنحاول نحوط الشخص اللي أمامنا وبنعمل فيست بهذا الشكل على رأس المعدة. طبعا والحركة بتكون بهذا الشكل inward upward، بحيث إنه احنا نحاول نطلع الجسم العانق من المعدة. في حال كان الشخص لوحده ممكن ايش يحاول؟ انه يوقف ويكون عنده كرسي بهذا الشكل، تمام؟ ويخلي يميل جسمه على الكرسي بحيث انها تكون راس المعده على الكرسي ويعمل هو الضغطات. اذا كان مثلا الشخص اللي بيعاني من الانسداد الكامل مثلا طويل جدا وانا قصير، فبطلب منه انه مثلا ينزل على ركبتيه بحيث ان اقدر اوصل لهذا الشخص. في حال انا كنت طويل والشخص اللي امامي قصير، انا بنزل لمستواه وبحاول هاي المناوره. اذا كان مثلا شخص خلينا نحكي يعاني من سمنه زائده او مثلا امراه حامل، فنحن بنحاول نرفع جلو المستوى تبع اللي هي القبضه تبعتنا بحيث انه يكون شوي مرتفع على منطقه الصدر مش على منطقه البطن، وخاصه للمراه الحامل او زي ما حكينا، او ممكن الشخص يعملها يعني لوحده على حافه كرسي. تمام. اوكي. إذا زي ما أنتم شايفين هون اللي هو كيف الواحد ممكن يطبق على موضوع الكرسي، وأهم شيء دائما يحاول الشخص لو إنه يضل يكح، لأن هذا الشيء كمان ممكن يساعده في التخلص من موضوع الاختناق. بالنسبة للاختناق عند الأطفال زي ما أنتم شايفين، ما بنحاول بس نضرب على اللي هي بين على الكتف،
تمام، ولا بين الكتفين عفوا، ولكن ايضا بنحاول نميل الطفل على زي ما انتم شايفين على اليد باتجاه الجاذبيه الارضيه، بنحاول نعمل باكي بلو، يعني لو خيرنا الطفل بهذا الشكل نعمل بهذا الشكل 1 2 3 4 5 مرات على الظهر، وبعد ذلك بنقلب الطفل على ظهره بحيث ان احنا بنعمل على بطنه بهذا الشكل بشكل مستقيم بين اللي هي نبل لاين 1 2 3 4 5، وبنضلنا نقلب الطفل على ظهره وعلى بطنه لحد ما انه تطلع الجسم المصاب. تمام. بالنسبة لاختناق بالغاز والمواد الكيميائية، هي أسبابه ممكن هي ترك الغاز مفتوح أو خلط المنظفات. طبعا خلط المنظفات من أكثر الأمور الشائعة، وخاصة بين ربات البيوت وأيضا الحرائق، لأنه بينتج عنها استنشاق كبير للغازات السامة. أعراضه نفس الشيء، صعال مستمر مع وجه وردي مخضب لأنه بسبب استنشاق المواد السامة. أهم شيء زي ما حكينا موضوع الحماية كثير مهم، إذا كان في يعني متوفر مصدر للأكسجين ممكن نستخدمه، وأهم شيء نبدأ نمشي على مبدأ اللي هو الوقاية، بحيث إنه إذا في أي مصدر يؤدي إلى وجود هذه المواد الكيميائية فالأفضل إنه ما يكون موجود. تمام. نيجي لموضوع اللي هو التسمم الغذائي والكيميائي، وهو كثير كثير كمان واحد من المشاكل الشائعة. إذا أسبابه ممكن تكون من الطعام، وهذا كثير كمان بيصير، أو من المنظفات والمواد الكيميائية أيضا ممكن اللي هو عن طريق استهلاكها. بلع الأدوية، بكون هنا بلع الأدوية بكون بشكل كبير جدا، يعني خاصة مثلا في حالات الانتحار، أو إنه في كبار السن اللي ممكن ينسوا إنهم أخذوا جرعات من الأدوية، الحساسية. أعراضه بتكون دائما على شكل مغص شديد، مراجعة هنا يعني تقيؤ وإسهال أو تأثير من العقار الطبي وإعياء وغثيان. أهم شيء في موضوع التسمم الغذائي إن أنا ما أحاول أستهلك مواد، بحيث أنا أحكي مثلا أنا هذا الشخص أخذ مادة أسيدية أو حامضية بدي أعطيه مادة قلوية أو العكس، لأنه هون إحنا بنعمل إذا عملنا هذا الشيء كأنه خلينا المعدة تبعت الشخص كأنها تكون مختبر كيميائي، وبتحدث فينا من التفاعلات الكيميائية طبعاً الغلط اللي هو في غنى عنها. وكمان واحدة من الأمور اللي بنلجأ لها، وخاصة إذا واحد استهلك كمية مثلاً من مواد التنظيف بشكل غلط، أو أي مادة ممكن إنها تسممه، لا يعني ما كان المفروض يأخذها عن طريق الفم. الخطأ الشائع اللي بصير بيننا هون في البيوت إن إحنا بنحاول نحفز هذا الشخص يتقيأ، هذا الإشي كمان كثير مزعج وغلط، لأنه إحنا لأنه عندنا منطقة المريء، المريء هي منطقة غير مبطنة، وبالتالي كده صار إنه الشخص حاولنا نشجعه إنه هو يقيأ هاي المادة، فكأن حرقنا المريء مرتين، مرة لما شرب مرة لما استفرغ. فبالتالي الأفضل إن إحنا نترك المادة مثل ما هي في معدة المريض، ما نحاول أن نتدخل ولا بأي شكل من الأشكال إلا كالآتي. إذا في حال بلع المنظفات أو أي مادة هي لا يجب استهلاكها عن طريق الفم، إذا نراقب التنفس مع عمل تنفس صناعي إذا لازم الأمر. المادة الوحيدة ممكن نعطيها من البيت هي لبن بارد وبياض بيض فقط لا غير، ما نحاول نعطي أي شيء ثاني ولا حتى مثلا حليب. نعطي مسكن قوي لتخفيف الألم، لأنه ممكن تظهر أعراض شديدة على المصاب، ويمنع أحداث قيء للمصاب زي ما حكينا، يمنع غسيل المعدة إلا مثلا في المستشفى حسب ما هو ينتج عن الفحص الطبي للشخص المصاب. ما بنعطي أحماض زي ما حكينا، وكمان ينقل المصاب للمستشفى فورا، ويفضل طبعا هو خلال اللي هي الساعات الأولى من استهلاك المادة، أو المفضل خلال الساعة الأولى. في حدا عنده أي سؤال إلى الآن على موضوع التسمم الكيميائي؟ أو أي تعليق؟ أكيد طبعاً أسامة. إذا حكينا موضوع الاختناق، عفواً موضوع التسمم
التسمم بشكل عام ممكن ينتج عنه انه اشياء مختلفه، منها الطعام، منها استهلاك مواد التنظيف بشكل خاطئ، او اي مواد لا يجب استهلاكها عن طريق الفم، وايضا اللي هو تعاطي العقاقير مثلا بشكل خاطئ، او عن طريق اللي هو تناول اي شيء ممكن يؤدي للحساسيه. وحكينا انه بالنسبه لاسعاف الاولي للتسمم الغذائي لا يجب استخدام اي مواد خلينا نحكي حامضيه بحيث انها تعادل تم استهلاكه، بل يجب ان اعطاء لبن بارد وبياض بيض فقط، واعطاء مسكن قوي اذا لزم الامر، وايضا نقل المصاب فقط الى المستشفى او اقرب مركز طوارئ او مركز صحي قريب اليك. لا تحاول باي شكل من الاشكال، وهذا كثير كثير مهمه انك يتحفز الشخص انه يتقيأ. تمام. نيجي هسه للموضوع اللي بعده اللي هو موضوع النزيف. زي ما بنعرف النزيف ممكن يكون اما نزيف بكون بسيط جدا انه يسهل التعامل معه او ايقافه، وطبعا من ناحيه وقت انه المفروض لا يجب ان يمتد اكثر من 10 دقائق. بينما النزيف اللي هو الكبير او النزيف العميق هو ممكن نزيف لا يمكن السيطرة عليه. ولكن في عندنا مبدأ أساسي في موضوع إسعاف النزيف، ألا وهو دائما الضغط المباشر على المنطقة التي فيها النزيف. هذا هو المبدأ الأساسي. بالتالي إذا يكون عندي جرح بسيط، بنقيم الجرح بنشوفه، إذا كان مثلا عبارة عن قطع بسيط في أي مكان في الجسم، غسل اليدين كثير ضروري قبل اللي هو الاتصال المباشر مع الجرح عشان تفادي أي حدوث أي التهاب. وكمان نغسل الجرح دون فرك، لأن موضوع الفرك ممكن يحفز الدورة الدموية اللي بتوصل لمكان الجرح، وبالتالي ما بيوقف خلينا نحكي النزيف. وتعقيم الجرح بالكحول أو اليود والضغط على الجرح بشكل مباشر بقطعة قماش نظيفة إذا توفرت، ولكن أهم شيء نضغط على المنطقة. وكمان بنضمد هذا الجرح بضماد طبي. هذا بالنسبة للبسيط. هلا الرعاف كمان مشكلة بتواجهنا، وخاصة هسه مع إنه ندخل بأشهر الصيف، وهذا الشيء طبعا بصير كثير شائع. إذا لو نعرف الرعاف، هو عبارة عن سيلان الدم من الأنف. طبعا إحنا بنعتبره رعاف إذا كانت تجاوزت المدة اللي هي سيلان الأنف بشكل غزير عن 10 دقائق إلى ربع ساعة. هاي نعتبرها ان هي بتكون هون دخلنا في مرحله نزيف، ويجب نقل المصاب الى اللي هو المركز الطبي او المستشفى. ولكن فيما دون ذلك اذا تمت السيطره اقل من 10 دقائق ف يعني هناك يعني لا يوجد اي داعي لنقل هذا المصاب الى المستشفى. اذا بتكون هي كمان شائعه بين الاطفال، لانهم كثير مثلا بيلعبوا بمنطقه الانف اذا كان جسم غريب دخل، وخاصه انه هنا المنطقه كثير حساسه ومليئه بالشعيرات الدمويه، بالتالي انه اي شيء ممكن يدخل فيها ممكن يهيجها ويخلي فيها نزيف. الاصطدام بالغلط في اي شيء، في باب، في خلال حوادث بتؤدي الى النزيف او الرعاف من الانف. وكمان التعرض المستمر لأشعة الشمس، لأنه الحرارة الناتجة عن هذا التعرض بتوسع الأوعية الدموية الموجودة، وبالتالي ممكن أنها تنفجر وبتؤدي للرعاف. الجيوب الأنفية نفس الشيء، ارتفاع الحاد لضغط الدم ممكن كمان يؤدي إلى الرعاف. وبعض الأدوية والأمراض المزمنة اللي مثلا اللي هي بيستخدموها كبار السن من ناحية الأدوية اللي هي المضادة للتجلط. في كمان خطأ شائع بصير وخلال الإسعاف، وكنا إحنا دائما متعودين عليه، إنه إيش نعمل؟ إنه لما الشخص يصير عنده هذا الرعاف بيروحوا إيش يعملوا؟ بيمسكوا أنفه من هون من هذا الشكل وبيروحوا يخلوه يرفع هيك. طبعا هذا غلط. ليش؟ لأنه الدم اللي المفروض هو ينزف يطلع من الأنف، إحنا عم نرجع على المجرى التنفسي، هذا غلط. حتى لو وقف انتو هذا كل الدم راح للمجرى التنفسي، ممكن لا سمح الله يؤدي انه هذا الشخص كمان يصير عنده انسداد جزئي او كلي، لانك يعني انت هون رجعت ماده لزجه كمان على المجرى التنفسي. فالتصرف الصحيح اني انا بمسك هاي المنطقه، لانه هون زي ما حكينا فيها تجمع كبير من الشعيرات الدمويه، وبهذا الشكل
قدم اللي هي مقدمة الرأس. إذا استمر النزيف أكثر من 15 دقيقة يجب نقل المصاب إلى المستشفى. كم ننتقل الآن إلى موضوع الحروق. طبعا الحروق كثير كمان بتكون شائعة، وزي ما بنعرف إنه الحروق يتم تصنيفها حسب كيف صارت أو شو المادة اللي أدت إلى ما هي تؤدي إلى الحرق في جسم الإنسان، أو إنه درجتها من ناحية مدى تأثر طبقات الجلد المختلفة بهذا الحروق إلى درجة أولى وثانية وثالثة، ومن ناحية مصادرها حرارية وكهربائية وكيميائية. في حدا ممكن هون بالشات يشاركني إذا صار عمره في حياته معه أي نوع من الحروق، وإذا كان شو سببه؟ تمام، شكله ما ولا حدا تعرض لحرق، وهذا شيء يعني مؤشر جيد. تمام، وبيهمنا هنا نعرف انه في احيانا في سؤال مثلا بيتبادر انه شو انه اي نوع من الحروق هو الاصعب. ما في يعني ما في اجابه محدده. ليش؟ لانه ممكن يكون حرق درجه الاولى اللي احنا بنعتبره هو اصعب الحروق، ولكن المساحه اللي تاثرت أو مساحة الجسم اللي تأثرت بهذا الحرق كانت كبيرة جدا، بينما ممكن يكون حرق من الدرجة الثانية والثالثة، ولكن مكان معين صغير من الجسم هو اللي تأثر فيه. بالتالي أنا ما بقدر أحكي والله إنه حرق الدرجة الأولى هو أخف حرق وحرق الدرجة الثالثة هو أصعب حرق. إذن هو بيعتمد على كثير عوامل، منها إنه كيف صار الحرق وقديش عمر المصاب، لأنه مثلا عند الأطفال غير عن عند الكبار وغير عند كبار السن. فبالتالي ما في إثنان إجابة محددة لهذا السؤال، ولكن إحنا بهمنا بالآخر نعرف كيف نتعامل مع كل نوع من أنواع الحروق. حرق الدرجة الأولى زي ما أنتم شايفين هون على الشاشة، في عندنا هي الطبقة الأولى إبيديرمس، والثانية ديرمس، والطبقة الثالثة اللي هي الأخيرة اللي بتحتوي على التجمع الكبير من الأوعية الدموية والأعصاب. إذا صار الحرق في نتيجة اللي هو نتج عنه اللي هو تأثر خلينا نحكي الطبقة الأولى من الجلد الإبيديرمس، هون بنعتبره حرق الدرجة الأولى. طبعاً إسعاف الحروق الدرجة إسعاف الحروق الدرجة الأولى بسيط جداً، لأنه هون الجلد ما بيكون صار عنده أي اختراق، ما صار أي اختراق للجلد. بالتالي ممكن إنه مثلاً إذا الشخص تعرض ل خلينا نحكي لأشعة شمس أو بيكونوا يعملوا تانينج، هو التانينج يعتبر اصلا من حروق الدرجه الاولى. بالتالي يفضل انه احنا نستعين فقط بالماء، ما يكون الماء بارد، ماء اللي هو درجه حراره اللي هي التاب ووتر او الماء. وايضا بعدها ممكن انه نحط اللي هي كريمات اللي هي بتخفف اثر هذا الحرق. بالنسبه لحرق الدرجه الثانيه زي ما انتم شايفين هون، انه فرق عن الاولى انه تاثرت الطبقه الاولى والثانيه، ولكن بسبب هذا الاختراق اللي صار في الجلد بيحاول الجلد انه يحمي نفسه بحيث انه ما يصير، لانه هون في حاله الدرجه الثانيه بصير عندك الجلد المفروض ينكشف، ولكن ايش بصير الجلد؟ طبعا سبحان الله، يعني هاي بتصير كنوع من الدفاع عن الجسم، بصير في عندك اللي هي البالونات او بسموها البليستر باللغه الانجليزيه. هاي البالونات بتتجمع فيها المادة اللي هي ناتجة عن هذا الحرق، وبالتالي هي اللي بتساعد على التئام الحرق فيما بعد. فعشان هيك ينصح، طبعا هذا خطأ شائع، انه لما تصير عندنا هاي البالونات او البليسترز بيقوم الناس انه بفقعها. طبعا هذا الشيء غلط، لانك انت اول شيء المادة اللي هي بتساعد على الالتئام انت بتخليها تطلع من الجسم، هاي شغلة. وشغلة ثانية كمان ممكن تؤدي الالتهاب فيها، نتيجة انك انت ممكن تستخدم ماء اللي هي خلينا نحكي الابره او الدبوس، بيكون هو مثلا مش معقم، فبالتالي ممكن تؤدي لالتهاب في هذا المكان. بالتالي اسعاف الحروق من الدرجه الثانيه، عدم فتح البثور زي ما حكينا، والحرص على تغطيه البثور بمرهم، بيكون مرهم بيكون في ماده مضاد حيوي وضماده جافه ومعقمه. طبعا بالبدايه بدك تكون ممكن انه تهدي المنطقه والحراره اللي صارت فيها نتيجه الحرب بالماء الصنبور.
حرق الدرجة الثالثة هو حرق صعب جدا نعتبره. ليش؟ لأنه هو بيخترق طبقات كثير، وبالتالي حتى لون الجلد ممكن يتغير ويصير إلى الماء إلى اللون الأسود. وأكثر ما يميز هذا الحرق لأنه بيوصل للمنطقة الأخيرة اللي حكينا عنها، واللي هي فيها تجمع كبير من الأوعية الدموية والأعصاب. بالتالي الشخص اللي هو بيعاني من حرق الدرجة الثالثة، زي ما أنتم شايفين منظر الإيد كيف مخترقة واصل لآخر شيء، ممكن كمان هي توصل للعظم. بالتالي أكثر ما يميزها أنها غير أنها صعوبة واختراق طبقات الجلد المختلفة، ولكن أيضا الشخص لا يعاني من ألم، لأنه الحرق نفسه حرق الأعصاب عند هذا الشخص. بالتالي هذا الشخص ما راح يحس بالألم، ولكن الأضرار الناتجة أو أنه رد فعل الجسم راح تكون كثير شديدة علشان يحاول يخفض درجة حرارة الجسم. فبالتالي هاي كمان يعني هاي بتكون صعوبتها شديدة جدا، ولكن يمكن السيطرة عليها، وبتكون اللي هي آثارها الجانبية أقل إذا كانت في منطقة بسيطة من الجسم. إذا في حال حدث اللي هو الحرق من الدرجة الثالثة، يجب التوجه للمستشفى بشكل مباشر. طبعا اذا كان في ملابس انه لابسها هذا الشخص، يجب انه احنا ما نحاول ننزعها، لانه زي ما حكينا طبقات الجلد بتكون خلاص يعني انها كلها تاثرت وساحت على بعض. فانه اذا بدي احاول انزع الملابس كاني نزعت الجلد، فبالتالي الافضل اني ابقى على الملابس وهم بالمستشفى وراح يتخلصوا منها. ما بنستخدم الماء البارد او المضادات الحيويه لعلاج هاي الحروق، لانه بالنهايه وصلت لمراحل كثير كبيرة أو كثير جوا الجلد، جوا الجسم الإنسان. بالتالي أنا ما بعرف مثلا هاي المية أو هذا المضاد الحيوي أو وات إيفر قديش هو فعلا نظيف ما فيه الكفاية بحيث أنا أدخله جوا جسمي. وهون الفرق بيكون بين الدرجة الأولى والثانية، الأولى والثانية ما صار فيها اختراق كبير للجسم، فقدرنا نحط مية أو إنه المرأة. بينما في حرق الدرجة الثالثة لا يمكننا أن نتعامل معها بنفس الطريقة. وكمان تغليف الحرق بحيث عشان نحافظ على الحرارة، لأنه في الآخر رح يفقد الجسم درجات حرارة كبيرة بعد حدوث هذا الحرق، والتوجه فيه للمستشفى. أحيانا ممكن إذا كانت مثلا خلينا نفرض يد كامل مثلا محروقة فيها درجة ثالثة، ممكن هي تغطيتها بمادة اللي هي قصدير بحيث أنه نحافظ على درجة الحرارة لحد ما نوصل المستشفى. تمام. إذا المواد الكيميائية أيضا هي واحدة من أشكال الحروق حسب مصدر الحرق. إذا القاعدة الأساسية إحنا نعمل غسل للحرق بكميات كبيرة من الماء البارد ولمدة لا تقل عن 10 دقائق تحت لي الحنفية، لأنه هي مادة كثير بتكون حارقة وجلد طبقات الجلد بتكون كثير حساسة. ما بدنا نحط أي شيء، لا مرهم ولا أي شيء، بس فقط مطلوب منا بعد ما نحط المي نتوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز إسعاف أو طوارئ. إذا دائما يفكر المصعب في تلافي الصدمة من خلال تمديد المصاب وضع أفقي وتغطيته بغطاء قطني أو صوفي وطمأنته ومحادثته باستمرار، لأنه هو بيكون كثير خايف هذا الشخص اللي هو بيتعرض للحرق. وبالتالي من كثر القلق والاضطراب النفسي اللي عنده بصير انه عنده اللي هي معدل التنفس كبير جدا، فممكن لا سمح الله بسبب هذا الشيء يفقد الوعي. وبالتالي انت يعني وظيفتك كشخص مسعف او منقذ لهذا الشخص انك تحاول تهدئته، لانه احنا بنرجع للتعريف الاساسي اللي حكينا عنه، نقدم هاي الاسعافات الاوليه بشكل بعنايه بحيث انه احنا كمان نتلافى الصدمه النفسيه الناتجه عن الاصابه. طبعا يجب مراقبه درجه الحراره، لانه الاصابه هي حرق ناتج عن حراره مرتفعه، فبعد ذلك بعد فتره إذا ما حافظنا على حرارة درجة حرارة الجسم لا سمح الله ممكن هذا الشخص يموت. كمان واحدة من الأخطاء الشائعة إن الشخص لما بيكون مثلا هو لا سمح الله يعني عم بيحترق بيكون عم بركض، لما يركض طبعا زي ما بنعرف في أكسجين في الجو، فهذا الشيء بيساعد إنه الحريق من هذا الشخص إنه يزيد. فبالتالي نحاول نخليه مكانك، هدي، نحاول نهدي لهذا الشخص. كمان الغلط اللي احنا بنصير نكب عليه ميه وهو عم بيتحرك من الحرق. طبعا احنا بنعرف الميه
مكون أساسه فيها كمان الأكسجين، فهذا الشيء ممكن يساعد إنه يزيد الحريق مش إنه يوقفه. إذا بنحاول نمنع المصعد إنه يركض، وكمان بنحاول نغطيه ببطانية قابلة للإشتعال، فلوحدها النار راح تنطفئ. نيجي نتناول موضوع الكسور. الكسور زي ما بنعرف هي في عندنا كسر مغلق، مغلق إنه أنا ما بشوف شكل الكسر أو كيف صار، ولكن بتبين عندي أعراض وعلامات بتأكد فيها إنه في كسر صار، أو في عندي كسر مفتوح وهون أنا بكون متأكدة 100% إنه هو هذا الكسر، أدى إنه العظم طبعاً نتيجة اللي هي كيف الطريقة اللي صار فيها الحادث إنها أدت إنه العظم يخرج برا الجلد. أعراض الكسور وخاصة الكسور المغلقة أساس نتأكد إنه هو كسر، راح يكون في ألم شديد بيزداد عند وضع يدك مكان الإصابة، بيكون الشخص يصرخ من الألم، لأنه بيكون كمان انضغطت اللي هي عندك الشرايين والأعصاب عند هذا الشخص. كمان عدم قدرة الشخص على تحريك العضو المصاب، خلينا نتخيل لو صار الكسر بين هذول المفصلين في هاي المنطقة، في المنطقة الوسطى، فالشيء اللي بخليني أحرك إيدي بهذا الشكل إنه عندي أنا عظم متواصل، فإذا صار في عندي هذا الكسر أنا فقدت هاي الخاصية، فأنا ما راح أقدر إني أحرك اليد كما يعني كنت أنا متعودة أحركها في السابق. وأكيد نتيجة هذا الكسر أو الإصابة رح يصير في عندي تورم وتلون المنطقة المحيطة، ممكن يكون يبلش في اللون أو شيء الأحمر، ممكن يصير بعدها يقلب أزرق، ما وصلنا لمكان اللي هي الإسعاف بشكل سريع. وكمان في بصير هي نوع من التشوه، لأنه مثلا خلينا نفرض اليد ثقيلة ممكن إنها تنكسر بهذا الشكل، فهذا بنعتبره تشوه. إذا هاي هي أعراض الكسور. بالنسبة لإسعاف الكسور أهم شيء موضوع اللي هو تثبيت عن طريق الجبيرة، وبهمني دائما إذا في أي منطقة يصير فيها الكسر لازم دائما أثبت المفصل الأقوى من المفصل السابق. يعني إذا كان هذا الكسر في اليد في منتصف اليد بنفرض، إذا أنا عندي هنا مفصل وفي عندي هنا مفصل الكوع، فبالتالي أي التثبيت لازم يكون من هذا المفصل لهذا المفصل بحيث إنها تكون حركة الإيد واحدة، تمام، او حركه اي العضو المصاب واحده ما يتحرك لوحده، وبالتالي لا سمح الله يؤدي لي الى اصابات اكثر او ضرر اكبر. نستخدم رباط ثلاثي، وخاصه في الحالات لما يكون في عندي كسور في منطقه الكتف شوي بكون صعب يكون عندي انا مفصل قبل ومفصل بعد، لانه ما في عندي مثل مفصل، فبضطر اعملها اللي هو الرباط الثلاثي اللي هو بيكون ممتد على صدر المريض ومربوط لكتفه بحيث انه كامل هاي المنطقة ما تتحرك. وأهم شيء وضعية المصاب، وحتى لو يعني أنت مثلا مر عليك أو كانوا زمان لما ينفصل مكان معين أو كانوا يحاولوا يرجعوه، وفي ناس كانت يعني تمشي أمورها وعادي، ولكن هذا الشيء كمان غلط، فإحنا ما نحاول نعمل هذا الشيء. وإذا حدا لازم يعملوا بيعملوا فقط في المستشفى أو في مركز الطوارئ. هنا كمان بيهمني مثلا في حال كان كسر مغلق اعرف هل هو كسر ام هل هو بس فقط اصابه عضليه، بعرفها عن طريق اني اعمل مقارنه، في حيث انه اذا كان في عندي كسر بكون الشخص مش قادر ابدا يتحمل الالم، بينما الاصابه العضلات ممكن انه يتحملها الشخص نوعا ما. لتحريك المنطقة المصابة زي ما حكينا الكسر ما بتقدر أبدا أنك تحرك المنطقة المصابة، بينما إذا كانت هي إصابة عضلات بكون قادر تحركها ولكن بشكل يعني صعب ومعها كثير من الألم. بيصير مع الكسر تورم بمرور الوقت، لأنها هنا إصابة كثير بليغة في نسيج كثير مهم، ونسيج المفروض ما ينكسر يعني هو العظام، ولكن إصابة العضلات هي تتحسن بمرور الوقت. بسحبها لون طبعاً اللون بيكون فيها زرقاق أو إنه بصير المنطقة اللي اضطررت تكون بشكل داكن، ولكن بصير التعافي منها خلال تقريباً أسبوع لأسبوعين، هذا في حالة إصابة العضلات. طبعاً الإصابة العضلية في مبدأ أساسي بيستخدموه بسموه رايس، وهو على أساس إنه هاي تخف مع الوقت.
اللي هي الار بنحكي للريست والاي للايس والسي للكومبريشن والاي للاليفيشن. الاليفيشن اللي هو رفع العضو المنصرف. انا شخصيا انا كثير بمارس اللي هي رياضه الركض، وفي احد الايام يعني انا تعثرت وانا بركض فوقعت. فانا اللي صار معي صار عندي موضوع اصابه عضليه في اصابع القدم، الاصبع الصغير واللي جنبه. فكانت هي واحدة كيف انه الدكتور اول شيء عمل لي اللي هي صوره للمنطقه، وجد انه هي ما فيها كسر اولا، ثانيا انا كنت قادره احركها بس كان فيها الم. بالتالي إن أنا وش استخدمت لها، فحاولت أثبت الإصبعين مع بعض طول الوقت، عملت جبيرة صغيرة، حط دائما كنت أحاول أخلي المنطقة فيها اللي هي باردة، وكمان أرفع رجلي وأنا مثلا وأنا نايمة، أو أحاول إني ما أقعد على الكرسي بهذا الشكل لفترات طويلة. والحمد لله خلال تقريبا 10 أيام يعني راحت كل عفاد، ويعني ورجعت لرياضة الركض مرة أخرى. هذا بهيك بكون خلصت. أعتقد لسه معنا وقت، فاللي بيحب مثلا إذا عنده أي سؤال أو أي تعليق يعني بكون سعيدة. في حد عنده أي سؤال؟ العفو يا أسامة، أهلا فيك رامز. أعتقد أنه امبارح كان في نقاش على موضوع اللي هو إرسال العروض، فإن شاء الله كلهم رح يحاولوا يحطوا يعني جموهم، ورح نلاقي طريقة نبعثها للكل، يعني مش بس العرض التقديمي تبعي، كل العروض اللي صارت أكيد إن شاء الله رح توصلكم. تمام. شكرا أستاذة أماني، كانت جلسة شيقة، ونشكرك على التدريب المميز، ونتمنى يكون كل متابعينا استفادوا من هذا التدريب وهذه المهارات المهمة الحقيقة في أي بيت. هذه كانت آخر جلسة من فعاليات الإيفنت وفعاليات اليوم، ونتمنى أنكم تتابعونا. في كلمة أخيرة لأستاذة رشا أحمد. نشكرك أستاذة أماني. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. أشكرك. خلال دقيقتين سنعود لكم بكلمة أخيرة وختامية لهذه الفعاليات التي قضينا معها اليومين الأخيرين. شكرا لكم. هو ايه اللي حصل؟ الو هاي الو الو
أستاذة رشا؟ ألو، هي بسعينة؟ أيوة يا رشا، أنا معاكي. هاي، أوكي. 3 دقايق ونبتدي الكلمة الختامية؟ طيب، أوكي. أوكي. مبسوطة إني شفتك يا رشا. أنا على الهوا ولا لأ لسه؟ لا لسه مش على الهوا. أنا كمان مبسوطة اللي شفتك. شكرا كتير على اليوم، على اليومين. العفو، إن شاء الله حدث موفق إن شاء الله، وتلاقي صدى جيد بإذن